بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ربما نستلهم من هذه الآية الكريمة إحدى الطرق المثلى للمجابهة مع الأعداء في إعلامهم المضاد. الإعلام له دور كبير جدا في القضاء على شخصية الفرد، بل الأمة أو الأمم، وفي القضاء على فكرة أو عقيدة أو مبدأ. الإعلام في بعض الأحيان يبدأ بفرد واحد أو بكلمة واحدة، هذه الكلمة تأخذ مجراها لكي تستوعب جميع الأبعاد فتقضي على حضارة بأكملها. ولذا هارون العباسي قال ليحيى حول هشام بن الحكم في قضية مفصلة طبعا، قال ويحك مثل هذا باق ويبقى ملكي، مثل هشام أكو وأنا أبقى ملك، ملكي يبقى، هذا خطر، شخصية خطرة ما أتمكن. فرد واحد يقضي على إمبراطورية، على الخلافة العباسية، ثم يقول له والله للسان هذا أبلغ في قلوب العامة من 100,000 سيف. لسان هشام بن الحكم أبلغ في نفوس الناس من 100,000 سيف. ليش؟ لأن السيف يقضي على الفرد قضاء جسديا، تصفية جسدية، أما اللسان يقضي على الأمة، يقضي على الفكرة. السيف ما يقدر يقضي على الفكرة، ما يقدر يقضي على المبدأ، ما يقدر يقضي على العقيدة، تصفية جسدية. هذا منتهى ما يفعله السيف، منتهى ما تفعله القوة، والمبدأ يبقى. ولكن الإعلام، اللسان القوي الهادف، هذا يقضي على إمبراطورية. من هذا المنطلق كفار قريش خافوا من شنو؟ خافوا من كلمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وآله، قولوا لا إله إلا الله تفلح. ما عندنا حرب وياكم، ما عندنا سيف، ما عندنا قوة، ما عندنا عداوة. ولكن ذولا يدرون بأن هذه الكلمة مفادها القضاء علينا، انتهى أمرهم، انتهى كيانهم. لذا جندوا كل طاقاتهم بما بيناه في الليلة السابقة للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وآله. حاولوا اغتياله عدة مرات، شنوا عليه الحروب، آذوا، فعلوا ما فعلوا. ومن جملة ما فعلوا الإعلام المضاد. سؤال، شنو دور الإعلام؟ شنو عمل الإعلام؟ الإعلام يجي يأخذ السلبية الواحدة
يضخمها يكبرها. المصطلح ياخذ الحبايه يسويها كبايه، او القشه يصنع منها جبل، الذره يسويها مجره. اذا اكو سلبيه، اذا ماكو سلبيه يختلق اكاذيب. اذا ما قدر يختلق اكاذيب ياخذ الايجابيه في الفرد اللي يريد يسقطه، او في المبدا اللي يريد ينسفه، او في الامه اللي يريد يقضي عليها، ياخذ ايجابياتها ويحول هذه الايجابيات الى سلبيات. هذا دور الاعلام، تحويل الايجابيات الى سلبيات، ويضخ في الماكنه الاعلاميه ليل نهار. هذا الضخ الاعلامي يؤثر على الناس، على الافراد، على المجتمعات، كما قال ذلك الفرد: كذب 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 حتى يصدقك الناس. ياخذ الاكذوبه يطبل حولها. الان اللي يتبع الجرائد العالميه يشوف الجرائد العالميه تستهدف نقطه معينه كلها غالبا. اكو فرد واحد يغذيها كانه واحد قاعد في اقاصي وقاط العالم. هذا دوره عمله توجيه الاعلام العالمي. واذا تشوفون سيل من المقالات في الجرائد العالميه في كل دول العالم نهايتها التركيز على نقطه معينه. طبعا كل كاتب بطريقته، بطريقه معينه حسب الشواهد اللي عنده، الادله اللي عنده، الصياغ اللي عنده، ولكن الجوهر شيء واحد. يصب في خانة استهداف العقيدة المعينة، المبدأ المعين، الجماعة المخصوصة. تابعوا الجرائد العالمية ومقالات الكتاب، أكو واحد يعطي فكرة يوجه، أكو 100 يأخذون الفكرة يصوغوها يبعثوها لمختلف الأطراف. كل كاتب في أي جريدة محلية أو دولية أو وطنية أو مرتبطة بجهة معينة يأخذ تلك الفكرة ويصوغها بصياغته الخاصة. الهدف القضاء على ذلك المبدأ أو العقيدة أو الفكرة، بدءا مما فعله كفار قريش، استهداف التوحيد. هذا الأصل، الأصل إذا قضيت على الأصل انهار كل شيء بعد. استهداف الذات الإلهية تبارك وتعالى بأصل وجوده أو بخصوصياته وصفاته، الكمال الجمال. الله ما موجود، الكفار. الله موجود له شريك المشركون. الله صفاته هكذا وهكذا مما لا يليق بجلاله. لذا أنتم تشوفون شريحة كبيرة من المسلمين إلى اليوم وقعوا في شراك الشرك، في حبال الشرك، مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يتصور أنه يمتلك عقيدة التوحيد ولكن في واقعه مشرك، ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق به من الصفات. يقول: اسألوني عن كل شيء في الله إلا أنه ذكر أو أنثى لا أعلم. الله كشاب أمرد، له شعر قطع، له إيد مثل إيدنا، وله رجل يدخل رجله في نار جهنم يوم تقول جهنم هل انت، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فالله تبارك وتعالى العياذ بالله من ذلك يدخل رجله في نار جهنم الى الساق. هذا الله في نظره. كثير منهم يسكنون في بلاد التوحيد، هذا مشرك. بعد القضاء الآن موجة الإلحاد موجودة أيضا، موجة الإلحاد الآن في بلادنا فرد موج كبير جدا من الإلحاد.
إنكار الله تبارك وتعالى تغزو حتى العوائل المتدينة. هذا دور الإعلام، تجييش الإعلام عبر الصحف، المجلات، الجيش الإلكتروني، مختلف القوى اللي عندهم تضخ في سبيل نفي التوحيد. بعد ذلك النبوة، بعد ذلك الإمامة، قدروا يقضون على شريحة كبيرة من المسلمين في التوحيد، فأوقعوهم في حبائل الشرك. على جماعة ما قدروا، اجوا على النبوة. كثير منهم يعتقدون بشيء لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وآله، كعدم العصمة مثلا، أو كأن القرآن مو من الوحي وإنما من تأليف النبي. مسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى، يقول القرآن مو من وحي الله تبارك وتعالى وإنما من تأليف النبي صلى الله عليه وآله. فالإمامة حولوها عن موضعها ومعدنها وأصلها، الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى الإمام المهدي. أنكروها، حولوها من هذا الموضع الصحيح اللي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شخص آخر يمتلك الصفات المعروفة. هذا فعل شنو؟ فعل الإعلام المضاد. هذه في العقائد. ثم يأتي بعد ذلك دور فروع الدين، استهداف القيم والمفردات الدينية واحدة واحدة. انتوا شوفوا أي عقيدة اللي احنا عندنا اللي هي مركز قوتنا، بين فترة وأخرى الإعلام العالمي ضد هذا المبدأ، ضد هذه العقيدة، ضد هذا العمل، ضد هذا السلوك. كل واحد في الشكل يبرر. منها قضية الحجاب. الحجاب من الضروريات. الآن الإعلام العالمي موجه وبشكل فظيع ضد الحجاب. هاي الدول الديمقراطية التي تدعي حرية الرأي تمنع الحجاب بالقوة والقهر. بعضها الموظفة ما عاد حق تجي إلى دائرة العمل مع الحجاب. أنتم تؤمنون بحرية الرأي، بحرية العقيدة، بحرية المعتقد؟ أنا بشر مثلكم، هذه عقيدتي. دول ديمقراطية يعني شنو؟ أنا في زي الخاص أمتلك الحرية الشخصية، أنا ما معتدي على أحد، ليش تمنعني من الحجاب؟ الحجاب، منع الحجاب ضرب للعفة في الصميم، منعه قهرا أو عبر تغيير الثقافة. ضرب الحجاب عبر تغيير الثقافة لكي تؤثر في المؤمنات، وقد أثرت بالفعل في كثير، في شريحة كبيرة من المؤمنين والمؤمنات أثرت بالفعل. هذا الضرب للعفة، هذه القيمة المهمة، نتيجة استهداف للعائلة، تسقيط للعائلة. هذه مفردة من المفردات. المفردة الثانية الزواج. قضية الزواج قضية فطرية شرعية أكد عليها الإسلام. الآن أكو فرد عزوف شديد من الشباب عن الزواج، صار ثقافة عند الآباء والأمهات والشباب والشابات تأخير سن الزواج إلى 30 سنة عمره. هذا ضرب لحصانة الفرد، من تزوج فقد أحرز نصف دينه. هاي حصانة، الزواج يولد له حصانة. لا تتزوج، ما تزوج شنو يصير؟ يصير فاسد لا سمح الله. هذا واحد ذبوه في البحر، بحر من الفساد، ذبوه في بحر من الماء يتبلى، ذبوه في بحر من الفساد يفسد لا سمح الله. وكم واحد أكو مثل النبي يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يحافظ على نفسه إلا من عصمه الله. ما أقول ما، ولكن الشريحة الكبيرة من الشباب والشابات تتضرر، النتيجة الفساد الذي نشاهده في الجامعات
وفي المدارس وفي الشوارع، مو محصل بعض. هذا الضرب لحصانة الفار. المفردة الثالثة محاربة الخمس والزكاة. تشوفون فرد مرة بين فترة وأخرى، فرد موج كبير جدا ضد الخمس، كل واحدا بمنطق معين. الخمس والزكاة، الله تبارك وتعالى أراد بناء الأمة على اقتصاد سليم بعيدا عن الحكومات. الحكومات شنو تريد؟ تريد أن تجعل الأمة عبيد عندها. كيف تكون الأمة عبيدة؟ كيف يكون الفرد عبدا؟ إذا اقتصادك بيد الاقتصاد، بيد الأمة، بيد الحكومة، بيد الدولة، فالناس يتحولون تلقائيا إلى عبيد. الناس عبيد يصيرون لمن يعطيهم. الشارع المقدس أراد أن يجعل الاقتصاد بيد الناس. الخمس يعني الاقتصاد بيدك، من هذا المتمكن لهذا الفقير. الخمس والزكاة هذا هو بعد، من الفقير، من المتمكن، من الثري، من اللي زاد له شيء من المال وإن كان قليلا عند رأس سنته الخمسية، إلى الفقير أو إلى مصالح المسلمين. فقير السيد، سهم السادة، سهم الإمام اللي يصرف في مصالح المسلمين. ولكن موج ضد الخمس، ضرب الخمس في الصميم عبر مختلف الأدلة. النتيجة شنو؟ الفقراء، المحتاجين، مصالح المسلمين تتوقف على الحكومة. الحكومة اللي تريد تنطي، اللي ما تريد ما تنطي، اللي يصير عبد تنطي، اللي ما يصير عبد ما تنطي، تبعد وما أقل. وهكذا في كل مفردة من المفردات. أنتوا ابحثوا شوفوا بين فترة وأخرى، وإذا بهجمة شديدة على مختلف القيم والمفاهيم الدينية، كالشعائر الحسينية مثلا، أو المرجعية الدينية مثلا، أو التقليد. هاي بين فترة وأخرى تشوفون فرد موجة ضد التقليد، فرد موجة ضد المرجعية، فرد موجة ضد الشعائر، فرد موجة ضد الصلاة، فرد موجة ضد المشي للحسين صلوات الله وسلامه عليه، فرد موجة ضد الحاج. لا تروحوا للحاج، شنو تصرفون فلوسكم في الحاج؟ تعال ما أدري شنو سوي فلان، عمل سوي. هذا شنو؟ هذا كل دور الإعلام المضاد. ما هو الحال؟ ربما هذه الآية الكريمة تعطينا الخطوط العامة لحل هذه المشكلة. أولا الحل الشخصي النفسي الصابر، هذا اللي بيناه في ليلة أمس. أصبر، أصمد، استقم. فاستقم كما أمر. كثير من الناس ينهارون بس ما يشوف فرد هجمة يفقد نفسه. إذا فقد نفسه ينهار، إذا انهار ممكن يبيع كل شيء، يتخلى عن عقيدته. انبهار وانهيار أمام هذا الإعلام فيسقط في الفخ. لذا الله تبارك وتعالى يقول فاصبر على ما يقولون، على ما يقولون. هذا الإعلام، إعلام المشركين، وهذا الإعلام المستمر إلى يومنا هذا. تيارات العلمانية، تيارات الإلحادية، تيارات البعثية، الشيوعية، مختلف أنواع التوجهات التي تستهدف المؤمنين في الصميم. اصبر لا تنهار، هذا بيناه في الليلة السابقة. الثاني التعبئة العلمية. الثالث التعبئة العملية. وسبح بحمد ربك، ربما يشير إلى التعبئة العلمية في الإعلام المضاد ضد الذات الإلهية. فسبح بحمد ربك. شلون أسبح بحمد ربي؟ لازم هناك مقدمة، لازم تعرف الصفات الإلهية. هذه التعبئة العلمية.
عليك بالمعرفة أولاً، كعبة العلمية. فسبح بحمد ربك. كيف أسبح؟ كيف أحمد الله تبارك وتعالى؟ هذا متوقف أولاً على المعرفة. كثير من الناس بعيدين عن المعرفة. كتب عقائدية كثيرة مكتوبة، محاضرات عقائدية كثيرة موجودة. واحد لازم يحاول يتعلم. مرحوم الوالد رحمة الله عليه عنده كتاب الفقه العقائد، هذه للسطوح العالية. عنده كتاب العقائد الإسلامية، هذه للسطوح الابتدائية المبتدئين. العقائد الإسلامية واحد يطالع، واحد يتباحث، واحد يقيم ندوات على أساس هذا الكتاب، وكتب أخرى كثيرة أيضا. هل عرفت الله؟ كتاب آخر للمرحوم الوالد، وكتب كثيرة لمختلف العلماء في هذا المجال. لا بد وأن تعرف الله بالحدود الممكنة، بما عرف نفسه لرسوله وللناس في القرآن وسائر الأدلة الموجودة، حتى تتمكن من تنزيهه وتحميده. فسبح بحمد ربك. بارحة بينا المعنى الأول للباء هنا، فسبح بحمد ربك. باء المعية المصاحبة، يعني فسبح واحمد، مقارنة بينهما معا، هذا بينا أمس. المعنى الثاني للباء هنا احتماليا، الاحتمال الثاني باء الاستعانة، يعني استعن بالحمد لتسبيح الله تبارك وتعالى. أنا أريد أنزه الله عن الشرك، أنزهه عن الظلم، أنزهه عما لا يليق به. كيف أنزهه؟ بحمده. يعني تارة التسبيح يعني التنزيه عما لا يليق به، تارة تقول الله لا شريك له، هذا تسبيح، هذا تنزيه. تارة تقول الله واحد، هذا حمد، يعني ذكر صفات الكمال. فنزهه بالحمد، يعني باستعانة الحمد، بما عرف نفسه به. احمد الله تبارك وتعالى عبر هذا الحمد، نزهه. فسبح بحمد ربك. هذه التعبئة العلمية. التعبئة العملية وين؟ على طول الخط، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. الإعلام المضاد بحاجة إلى تعبئة القوى من كل الجوانب، مو أنه إذا أكو إعلام مضاد قوي أنا أكتفرت كتابه خلاص، لا، هذا يحتاج إلى تعبئة كل القوى والأوقات في سبيل ترسيخ الأسس الحقة. يعني جند كل طاقاتك واستثمر كل أوقاتك لبيان العقيدة الحقة في التوحيد. هم دا يستهدفون الذات الإلهية بالتكذيب أو بالشرك أو بالنقائص. أنت جند كل الأوقات وجند كل الطاقات لتحصين نفسك وتحصين الأمة، لترسيخ الأسس الحقة. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. تجنيد كل الطاقات يعني شنو؟ يعني كل العلماء، علماء الحوزة أو علماء الجامعة، وكل الشباب طلاب العلوم الدينية وطلاب العلوم الأكاديمية يجندون طاقاتهم لأجل الدفاع عن المبادئ الحق، عبر تأليف الكتب، عبر المحاضرات، عبر إنتاج الأفلام الدينية، المسلسلات الدينية، إنتاج البرامج الفنية، صناعة الألعاب، هذه الألعاب التي يصنعونها كلها مستهدفة
يخلون فيها أنواع من الإلحاد. هذه الأفلام الكارتون للأطفال كلها أو معظمها مستهدفة، واحد إذا يتابعها يشوف يدسون السم في العسل. واحد في المقابل لازم، مش قد احنا عندنا ألعاب لأطفال، ألعاب إلكترونية، هذه الأجهزة بيد الأطفال والأطفال يستخدمون ألعابهم. واحد إذا يشوف يشوف الميوعة ولا أخلاقية والإلحاد فيها. كل وقتك كل جهدك استثمر في الدفاع عن العقيدة الحقة التي تراها في مقابل ذلك الإعلام المضاد والهجمة الشرسة التي تكتسحنا من كل الجهات. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. شنو النتيجة؟ لعلك ترضى، تصل إلى مقام الرضا. لعلك، وراح بينا المزيد على أمس، نقول أنه لعل للترجي، وهذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. الله لا يترجي، لأن قوام من شاء الجهل، والله لا يجهل شيئا، ولكن باعتبار المخاطب، المخاطب يجهل المستقبل. لعلك ترضى، هذا احتمال اللي بيناه. الاحتمال الثاني أو معه ممانعة جمع، أنه لابد من اجتماع الشرائط حتى تصل إلى مقام الرضا. لأن إذا يحذف لعل تصير القضية حتمية، إذا يحذف لعل يقول فسبح افعل كذا ترضى، خب لا يرضى لافتقاد سائر الشرائط. هنالك شرائط متعددة لابد وأن تتوفر، منها ما سيأتي ذكره في الآية التالية إن شاء الله، مجموعة من الشروط لابد وأن تتضافر تجتمع حتى يرضى الإنسان. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث للعل ماكو حتمية في الأمر، حتى يبقى العبد بين حالة الخوف والرجاء. إذا قلت له حتما ترضى حتما تدخل الجنة، خب يا أما ماكو أمان. العبد لازم للحظة الأخيرة يبقى بين حالة الخوف والرجاء حتى يزداد عملا بطاعة الله تبارك وتعالى إلى الأخير، ويكتسب مزيدا من الحسنات. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.